عليه حق. الله. يعني هذا دل على وجوب دخول الجنة، وهذه موجودة وكثير يعرفها، لكن ما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. وهي سهلة وهي هينة، سهلة. ولو سألت أي واحد عملت مسابقة ما هي الأذكار توجب دخول الجنة يجيك كثير. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقل الميزان يوجب الجنة. ماذا قلت موازينه؟ فهو إيش؟ في عشة الرحمن. آية الكرسي أيضا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذه الكلمتان إذا قلت بعدها الكلمات الأربع، كلمات الأربع هذه أنا أنبه سادة المشاهدين عليها، هي ميزان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وحبيبته أم المؤمنين. قالها: لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنا بما قلت سائر اليوم لرجحنا به. طبعا هذه الكلمات ميزان، أنت اجعلها بعد كل ذكر لله، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. احفظوها، إذا قلت لا إله إلا الله قل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماته. اجعلوا هذا الميزان خلف كل ذكر، يكون قليل ذكركم كثير عند الله. أما من لم يقل هذه كثير لذكره قليل بالنسبة لمن قالها. لو فرضنا واحد أخذ سبحة مليون خرزة وآخر جلس هناك، هذا سبحان الله سبحان الله سبحان مليون مرة، والثاني قال مرة واحدة سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أي الرجلين أعظم أجرا؟ الثاني. الثاني أقل فعل وأكثر أجر. وهذا هو العلم. ولذلك الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم، أصحاب العلم أصحاب العمل، قال: والذين أوتوا العلم درجات. أعظم صورة في كتاب الله تقرأها على جسدك بيقين تام، أقسم بالله ما كأن فيك مرض. الله. ليش يا جماعة الخير؟ لأنه سبحان الله العظيم الإنسان إذا تشافى بالقرآن وكان في قلبه اليقين التام إن الله سبحانه وتعالى سيعافيه الله جل وعلا، الله، وسينزل عليه السكينة والطمأنينة. أنا أبختم بجزئية واحدة. كنت يوم من الأيام عند أحد الرقاة المشهورين جدا، أنا ما أقول لكم في كتاب ولا أقول لكم حدثني فيها فلان، يشهد علي الله رأيتها بعيني. صلينا صلاة المغرب، كنت خلفه مباشرة. طبعا كان مكان عام فيه عدد مو بشوي من المرضى المعيول والمسحور وإلى آخره، كان منظر يعني ترى فيه عظيم عافية الله لك. الحمد لله. امرأة، انا كنت خلف الشيخ مباشرة بعربية ما تقدر تمشي، قال الشيخ اللي ولي المرأة هذه: وش فيها؟ قال: والله يا شيخ سنتين لا تتكلم ولا تتحرك ولا يعني ما ندري وش اللي جاها، توقفت كذا فجأة. يا جماعة انا ما اقول لكم، قال لي انا شفت كان يد المرأة مضمومة الى صدرها ورجليها كأنها معكوفة الى تحت وما تتكلم. قرب الشيخ، أقسم بالله سمع أذني، ما قرأ غير سورة الفاتحة. الله. المرأة كذا بدون يعني مقدمات، إلا المرأة بدأت يعني تتنشط شوي ومدت يديها كذا وقالت: الله الله الله. ترى سنتين. يقول: ما تركنا مستشفى ولا تحليل إلا وضعنا فحوصات، النتائج سليمة، لكن ما ندري وش العلة. لا إله. والله ما انتهى من سورة الفاتحة إلا مدت رجليها وهي تقول: لا إله إلا الله. هذه خلي قلبك يكسوه قول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. هل يصح أن أجعل ختمة كاملة للقرآن يكون أجرها وثوابها لمتوفى؟ نعم، يصح ذلك عند جمهور الفقهاء، وهو المذهب عند الحنفية، وأيضا قول عند المالكية، وهو أيضا مشهور مذهب الحنابلة، والمنقول عن جمهور السلف أنه يجوز إهداء ثواب التلاوة للأموات خلافا للشافعية. ولكن الأفضل أن يدعو لهذا الميت، أن يدعو له وأن يتصدق عنه ويعتمر عنه ويحج، لأن هذا هو الذي قد ورد به النص. وأما ما لم يرد به النص فيبقى على الجواز، لكنه يعني من قبيل الجائز غير المشروع. ولهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في إهداء ثواب التلاوة للأموات، لكن لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك في مثله
أخذ جمهور العلماء من ذلك أن هذا يجوز، يجوز إهداء ثواب التلاوة للميت. قالوا إن الكرب تفرج بالطاعات، وإن الله يدخل العبد مداخل من العمل الصالح ينفعه بها وقت الكربة، ولذلك يقول بعض السلف اتخذ لك خبيئة فإنها تنفعك في الأزمة، تنفعك في الكربة، تنفعك في كل في كل أزمة. ولهذا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين لما أتاها صلى الله عليه وسلم خائفا كما في الصحيح لما قال له الملك جبريل عليه السلام اقرأ، قال ما يقال، فرجع صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاد يقول زملوني زملوني، قالت كلا والله لا يحزيك الله أبدا. لماذا؟ الله إنك قالت إنك تصل الرحم وتكرم الضيف، تكرم سلام الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتكسب المعدوم، وتصدق الحديث، وهذا ما يسقط. يقول العامة الجيد ما يطيح، الجيد ما يطيح، يعني نعم. الرجل الذي عنده، يقول عمر أبو بكر رضي عنه صنائع المعروف تقي مصارع السوء، نعم. صنائع المعروف اتخذ لك يد مخلص، صدقة خفية، ركعتين في ظلام الليل، ركعتين لا تحتكر ركعتين، اجعلها هذا خبيئة عمل، يعني بينك سر لا يطلع عليه إلا الله.